لكن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على ما توجبه الشريعة، هذا رد لقول الخوارج والمعتزلة أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو الخروج على ولاة الأمور وشق عصا الطاعة وتفريق الجماعة وسفك الدماء بحجة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا لا توجبه الشريعة، تنهى عنه الشريعة، وليس هذا هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فهم يسمون هذا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الخروج على ولاة الأمور، شق عصا الطاعة، واستباحة دماء المسلمين، تكفيرهم، يسمون هذا من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا انحراف في هذا المسمى العظيم. ولهذا يقول الشيخ وغيره من أهل السنة على ما توجبه الشريعة، كما قال ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة الواسطية، على ما توجبه الشريعة لأجل ألا يعتقد في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ما اعتقدته الخوارج والمعتزلة الذين يكفرون مرتكب الكبيرة من المؤمنين ويسمون هذا من إنكار المنكر، هذا خلاف ما توجبه الشريعة، وهو غلو في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فيجب التنبه لهذا، أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما قال صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. هذا كيفية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حسب الاستطاعة، فإذا لم تستطع فأنت لست مكلفا بذلك، إلا أنك لا بد أن تنكره بقلبك، لا بد أن تنكره بقلبك وتعتزل أهله وتبتعد عنهم. أما اللي يحملون السلاح في وجوه المسلمين ويقولون هذا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا مذهب الخوارج، مذهب المعتزلة، أهل الضلال. هذا هو القيد الذي أرادوه على ما توجبه الشريعة. نعم.